بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرحبا في الدرس التاسع من كورس VMware vSphere 5. درسنا النهاردة هيتكلم عن موضوع السكيورتي. في أي سيرفر وفي أي سوليوشن وفي أي أبليكيشن دايما بيكون في جزء خاص بالسكيورتي، طبعا عشان نقدر نحمي نفسنا من الهاكينج أو الداخلي أو الخارجي، ونحمي الداتا بيز بتاعتنا اللي هي عبارة عن الفيرشوال ماشين وما تحتويه. لازم يكون عندنا سوليوشن اقدر احمي بيه الانفايرمنت الخاصة بيا. الانفايرمنت الخاصة بيا زي ما احنا عارفين هي عبارة عن سيرفرات هاردوير وجواها ابليكيشنز اللي هو الرئيسي بتاعنا اللي هو الاس اكس اي سيرفر والفي سنتر عندنا. فكل كلامنا هنا يتم من ناحية إن إحنا إزاي نقدر نعمل سيكيورتي على الـ SXI وإزاي نقدر نعمل سيكيورتي جوه الـ vCenter، لأن الاتنين دولت هما الأساس عندنا عشان نقدر نعمل حماية لما يحتويه من VMات جوه الـ SX وجوه الـ vCenter. عندنا أكتر من تولز أقدر أعمل بيها حماية وأكتر من أداة، كل أداة بتعمل حاجة معينة عشان أقدر أعمل حماية من كفاير وول او كسيرفيس، او ان انا اقدر اعمل بيرميشنز عشان كل يوزر عندي مصرح ليه ان هو يشتغل يبقى اصرح له بس بمستوى معين وبصلاحيات معينة يستخدمها في الشغل بتاعه عندي. فهنتكلم في الدرس ده على الـ SXI Firewall، وهنتكلم على الـ SXI Service و حاجه اسمها لوك مود لوك داون مود والاوثنتيكيشن سيرفيس والرولز اند بيرميشن، وهنتكلم ناخد فكره كده بسيطه عن حاجه اسمها الفي شيلد زون، ونشوف ايه يعني ايه الفي شيلد زون. عندنا ده اكسترنال سوفت وير شركه في ام وير بتنتجه عشان يعمل لنا فاير وول، هنتكلم عليه كمان شويه. نبدا اول حاجه كاي سوليوشن في الدنيا عشان اقدر اعمل حمايه عندي من اليوزر الخارجيين او اليوزر الداخلين ان هم ما يقدروش يعملوا كونكت على الاس اكس اي سيرفر بتاعي او الفي سنتر بورتات معينه، او يدخلوا من خلال منافذ معينه على السيرفرات ويقدروا يعملوا عليها عمليه هاكينج. فباي ديفولت طبعا جوه الاس اكس اي في فاير وول، لكن فاير وول ده فاير وول بسيط، فاير وول يعني يعتبر الى حد ما بيزك جدا ومبدئي جدا، بيقدر يتحكم في بعض البورتات فقط مش كل البورتات بشكل بدائي عندنا. فعشان كده انا لو عندي الشركة وعاوز احمي نفسي، عاوز احمي نفسي من حاجتين. الاول احمي نفسي من الاكسترنال يوزر ومن الانترنال يوزر. لو من الاكسترنال يوزر هنا هحتاج فاير وول هاردوير خارجي، سيرت بارت فاير وول سواء مايكروسوفت او سيسكو او غيرها من الشركات اللي بتنتج فاير وول عشان احمي الانفايرمنت بتاعتي من ضمنها الاس اكس اي، لكن مش هقدر اعتمد على الاس اكس اي فاير وول من الاكسترنال يوزر او من الهاكينج اللي جالي من بره، لانه هيكون بدائي جدا بسيط جدا وضعيف الى حد ما. لكن ممكن استخدم الاس اكس اي فاير وول ده لليوزر اللي جوه بشكل بسيط، لان طبعا احتمالات ان هم يعملوا هاكينج علينا او احتمالات انه يكون لهم تاثير من ناحية السكيورتي على السيرفرات بتاعتنا هيكون بسيط، غير اللي بره لأنهم اللي بره أكيد هيكون على مستوى عالي تكنيكال عندي. فعلشان كده أنا هوريكم الفاير وول اس اكس اي، لكن كريكومندد إن أنت تستخدم فاير وول خارجي سيرت بارتي عشان تقدر تحمي نفسك من الهاكينج الخارجي عندي. طيب نشوف دلوقتي الاس اكس اي فاير وول عامل ازاي. عندنا في كل اس اكس اي لما اجي في كونفجريشن اجي في الجزء الخاص بالسكيورتي. فين هنا الجزء الخاص بالسكيورتي يا جماعه؟ عندنا هتلاقي في حاجه اسمها سكيورتي بروفايل. هنلاقي السكيورتي بروفايل مقسم الى اكتر من جزء، سيرفيس وفاير وول ولوك داون مود وهوست ايمج بروفايل. عندنا هنبدا باول جزئيه عندنا دلوقتي هي الجزئيه الخاصه بالفاير وول. هنلاقي كده على الجنب الاسم البروتوكول وجنبه البورت نمبر
ونوع تي سي بي ولا يو تي بي، وأولد معناها هل احنا محددين ايبهات معانا تعمل لها بريفليج انها تعمل كونكشن على البورت ده ولا كل الايبهات، فباي ديفولت اول. هنا طبعا لسه يعني 20 بورت تقريبا او اكتر اللي موجودين باي ديفولت عندنا. طبعا احنا عندنا في الواقع العملي 65535 بورت في النتورك، فده طبعا هو ضايف بس اشهر بورتات احنا بنستخدمها عندنا نقدر نتحكم فيها سواء نقفلها او نفتح. على سبيل المثال الاس اس اتش بورت والفي سنتر كلاينت والاس ان بي والان اف اس والدي ان اس وغيرها. على مدار شغلك هتلاقي ان في بعض البورتات لازم تستخدمها او لازم تفتحها، على سبيل المثال ك ان تي بي بروتوكول، على سبيل المثال ال ان اف اس عشان تقدر تتعامل مع النتورك فايل شير، الاي اس كازي. في بعض البورتات لازم نستخدمها عندنا في حياتنا العمليه. طيب ازاي اقدر افتح بورت او ازاي اقفل بورت؟ ببساطه جدا بنيجي هنا في الجزء الخاص في بروبرتيز، هلاقي هنا الليسته بالبورتات اللي احنا شايفينها عندنا واسامي البروتوكولات والبورتات الخاصه بيها. من الجنب هنا بقدر احدد عاوزين نفتح مثلا اس اس اتش، هستخدمها دي امتى؟ هستخدمها لما عاوز اعمل ريموت كونكشن مثلا برنامج البوتي او حاجه ككوماند لاين عشان اقدر ادخل كوماند لاين على الاس اكس اي واقدر اتعامل معاه. لازم طبعا افتح جزئيه الاس اس اتش كلاينت والاس اس اتش سيرفر عشان اقدر اخش عليه. الكلاينت ده طبعا منه اقدر اعمل كونكشن على اس اكس تاني وغيرها من عندنا بالبورتات. بعمل كده بعمل تشيك بوكس عليها عندنا، واجي ممكن اجي من الفاير وول احدد مثلا اي بي معين ان هو يبقى مسموح له انه يعمل كونكشن على الاس اس كونكشن على الريموت ديسك توب الريموت سيرفر ده اللي هو الاس اكس اي، ولا اقدر اسيب كل اي اي بي ممكن او اي كونكشن بره يقدر يتعامل عندنا يفتح البورت ده ما دام مفتوح عندنا على حسب ما انا عاوز. وبعمل اوكي. دلوقتي خلاص البورت ده بقى انيبل واتفتح عندنا. نفس الوضع لو عاوز اقفله باجي هنا بره واشيل هنا الاوبشن ده واعمل اوكي كده اتقفل. ده الجزئية الخاصة بالفيرول البلت ان عند شركة فيموير جوه الـ SXI. طيب طبعا لاحظت ان هو بسيط جدا وبيزك جدا وضعيف بنسبة كبيرة، علشان كده احنا لازم نستخدم فايرول اكسترنال من شركات تانية عشان احمي نفسي من بره. طيب لو احنا في جزئية تانية شوية ادفانسد شركة فيموير بتقدمها ولها كورس ولها مجالها الكبير اللي هي في شيلد زون. ده شركة فيموير بتنزل لنا فاير وول عبارة عن ابلاينس فيرتشوال ماشين كده بيعمل لي فاير وول بين الماشين وبينها وبين بعضها. بمعنى ان احنا لو فرضنا دلوقتي في اي نتورك عندنا ان احنا عندنا شبكة داخلية وشبكة خارجية والكلام ده كله، لو قلنا ده سيرفر، ده سيرفر الـ SX. سيرفر الـ SX ده في نتورك خارجية اللي هي جاية من الإنترنت داخلة عندنا، وفي شبكة داخلية اللي هم اليوزر بتوعنا. في أي نتورك عندنا دايما يقول لك اعمل اتنين فايروول قبل السيرفر وبعد السيرفر، وتعمل بارامتر زون اللي هي النتورك اللي جوه عشان تحمي نفسك والكلام ده. كلام جميل، لكن طبعا غالبية الشركات ما بتعملش الكلام ده، لكن بتكتفي ان هي بتجيب هنا فايروول. ده الفايروول ده الجدار النار اللي هيكون بيننا بين الانترنت او الكونكشن الحاجه جايه من بره وبين السيرفرات بتاعتنا. حتى الان كويس جدا انا هقدر احمي نفسي من بره عن طريق الفايروول ده، وممكن الى نسبه كبيره ان انا اقدر احمي نفسي من اليوزر اللي جوه انه ما اقدرش يعمل كونكشن على اس اكس عن طريق الفايروول الداخلي بتاعنا. طيب في نقطه ممكن نفكر فيها، السيرفر ده عليه فيرتشوال ماشين اكتر من فيرتشوال ماشين سيرفر، كل دي فيرتشوال ماشين عنده 5 6 او 10 فيرتشوال ماشين سيرفر، واحده مثلا دومين، واحده اكسشينج، واحده شير بوينت، واحده دي ان اس، واحده دي اتش سي بي، وغيرها من الفيرتشوال ماشين. طب هل انا اقدر اعمل فاير وول بين الفيرتشوال ماشين دي وبعضها؟ هل اقدر اعمل فلتره للترافيك بين الفيرتشوال ماشين دي وبعضها؟ هل اقدر اعمل اند فيروس على الفيرتشوال ماشين ديت؟ ازاي اقدر اعمل فاير وول بين الماشين دي وبين بعضها؟ لاحظوا ان هو سيرفر واحد. كونسبت السيرفرات عندنا في الحياه العمليه او في اي نتورك سواء سوفت وير او هارد وير ان هو بيبقى يكون بيتعامل
بشكل فيزيكالي بين السيرفرات، بيتحط بين سيرفر وسيرفر، بيتحط بين نتورك ونتورك عندنا، او بيتحط بين الشبكه الداخليه والشبكه الخارجيه، وبيفلتر اي داتا معديه عندنا على حسب الرولز اللي احنا عاملينها. طيب في الحاله بتاعتنا ديت، دي كلها حاجات موجوده على سيرفر واحد، كل الماشين دي موجوده على سيرفر واحد. هنا الفاير وول مش في الطريق، مش في النص بين ماشين وبين ماشين، فهنا اي فاير وول فيرجوال او بيزيكلي اللي هو فاير وول هاردوير او سوفت وير، سواء ايزا او سيسكو او غيرها، مش هيفيدني في الكيس ده ان انا اقدر اعمل افصل بين فيرتشوال ماشين وفيرتشوال ماشين. طب مين اللي يقدر يفصل لي ويعمل الموضوع ده؟ هو برنامج اسمه في شيلد زون. في شيلد زون ده ابلكيشن من شركه في ام وير، عن طريقه بيقدر يعمل فاير وول بين الفيرتشوال ماشين بينهم بعضها. ازاي ده؟ الفيشن ده عباره عن ابلاينس، عباره كده عن ماشين، الماشين ديت عباره عن فيرتشوال ماشين بتنزل على الاس اكس سيرفر او على الفي سنتر، على احدى الاس اكس عندنا على مستوى الفي سنتر. من خلال الفيرتشوال ماشين ديت بتقدر تعمل لي يعني حاجه كده انكابسوليشن، بتغلف لي الماشين بتاعتي، بتعملي كابسوليت للماشين بتاعتي. عم تعمل لها ايه؟ هستفاد بالكلام ده، هستفاد ان اي ترافيك طالع من الماشين ديت او رايح لماشين تانية هيحصل له عملية فلتريشنز. فلتريشن ديت هستفاد بقى اكتر من حاجة. اول حاجة هستفاد بيها ان انا اقدر اعمل افتح بورتات او في بورتات بين الماشين دي والماشين ديت، مع كده عملت فيرول. حاجة تانية ان انا اقدر اعمل فلترة على بورت معين، فلترة على ابلكيشن معين وسيرفيس معين، اقول الابلكيشن ده فلتره بشكل معين كاكسشينج مثلا، افلتره بطريقة معينة تختلف على الدومين سيرفيس وهكذا. وتالت حاجه هقدر اعمل انت فيروس على الماشين دي، بمعنى يعني مش عاوز اتعمق قوي في النقطه دي، باي ديفولت اي فيرتشوال ماشين ده ريكومند غير ريكومند ان انا انزل على انت فيروس، لان بتعمل لود كتير، بالذات لو عندي اكتر من فيرتشوال ماشين موجود على السيرفر، فبتسحب ترافيك كتير جدا عندي على الهاردوير بتاع السيرفر فيزيكال. انتصار مثلا هنا في 10 فيرتشوال ماشين، فيبقى عنده 10 انت فيروس جوه كل فيرتشوال ماشين. تصور 10 انت فيروس بياخدوا من هاردوير واحد اللي هو السيرفر فيزيكال، فهنا بياخدوا كميه ريسورس كبيره، وانتوا عارفين طبعا اللي هو بالذات هو لو اوتو بروتكشن بيعمل سكاننج لاي ترافيك داخل وخارج، واي سكان موجود عندنا، فبيعمل ترافيك عالي جدا عندنا كبرفورمانس يعني. فعشان كده مش ريكومندد ننزل انت فيروس على الفيرتشوال ماشين، مع ان انت ممكن تعمل يعني، بس مش ريكومندد عشان ما يأثركش على الترافيك. فالحل للموضوع ده ان في الفي شيلد بردك عنده جزئيه معينه سيرفيس بتقدر تعمل الموضوع ده، ان هي تقدر تعمل لك ايه؟ تقدر تعمل فلتريشنز بردك، بينزل عليه ايجنت كده صغير، حاجه بسيطه جدا، ويفلتر الترافيك اللي بيننا وبين الفيرتشوال ماشين، او بين الفيرتشوال ماشين بينها وبين بعضها. هو ببساطة جدا لو تصورناه بيجي كده بيحاول يعمل كبسوليت كده حوالين السيرفر ككل، ويفلتر أي داتا وداخلة أو خارجة للفيرتشوال ماشين ديت، فمعنى كده إنه مش هيطلع أي فيروس أو هيدخل أي فيروس إلى الفيرتشوال ماشين ديت بدون ما يكون هو موجود فعليا جوه الفيرتشوال ماشين ديت. فبكده هو بيشتغل ايجنت واحد على مستوى السيرفر، مش ايجنت على كل فيرتشوال ماشين عندي. طبعا الفي شيلد ده كده هو ليه أكتر من قسم، يعني اللي يتعمق شوية هيلاقي إن في ليه كلام كتير قوي عندنا في الموقع الخاص بينا. هنشوف دلوقتي على موقع شركة VMware وموقع VMMAN. نبحث جوه الـ VMware على الـ VShield ونشوف VMMAN. VMMAN عندنا عاملين فيها مقالة بتشرح الفي شيل، لو بتشرح السكيورتي في عالم الفي ام وير. عند شركة في ام وير ندخل على الجزء الخاص بالسكيورتي، وهنلاقي في حاجة اسمها في ام وير في شيل فاميلي. فاميلي لأن احنا عندنا أكتر من أبليكيشن تحت الفي شيل. في عندنا حاجة اسمها في شيل أب، وفي في شيل إيدج، وفي في شيل إند بوينت. في شيلد ايدج ده اللي بيقدر يعمل فاير وول بين الفيرشوال ماشين بينه وبعضها، طبقا للشكل اللي احنا شايفينه كده، هنلاقي بعض الفيرشوال ماشين بينه وبعضها بيعمل كابسوليت بينهم وبعض. كل الكلام ده تحت ليفل بتاع الفي سفير والفي سنتر.
الفي شيلد ده بيقدر يعمل فلتريشنز على مستوى الابليكيشن، بقدر اراقب ابليكيشن معينه بين السيرفرات بينها وبين بعضها. واخر حاجه الفي شيلد اند بوينت ده اللي بيقدر يعمل لي انتي فيروس بين الفيرشوال ماشين والترافيك اللي داخل واللي خارج منها عندنا. في مقالة على موقع الـ vmman.me يمكن أكتركم شفتوها، منشورة بالفعل أوريدي، بيتكلم على الحماية في التكنولوجيا التخيلية الـ Virtual Technology. بنشرح هنا فكرة الـ Security عندنا، إزاي نقدر نعمل Security بين السيرفرات بينها وبعضها بشكل الشكل اللي قدامنا دلوقتي ده على سبيل المثال. ده Solution بقدر أستخدم فيه الـ V-Shield، وأقدر أعمل سكيورتي بين الفيرشوال ماشين بينها وبعضها وبينها وبين السيرفرات اللي بره. زي ما شايفين قدامنا كده، ده انفايرمنت بتاعتنا الفي ساف في سفير مانج لاكتر من سيرفر عندنا. الفي سنتر بيعمل لهم مانجر كلهم. نازل عندنا الابلاينس الخاص بالفي شيلد مانجر، ده ابلكيشن بيقدر يعمل لاكتر من في شيلد عندنا مانجمنت. عندنا فيرتشوال ماشين، كل فيرتشوال ماشين بقدر اعملها كده كابسوليت على حسب النوع بتاعها، ده ابلكيشن لكذا وده فيرتشوال ماشين لكذا. بعمل كده اعمل تغطية ليهم واقول اقدر امنع ترافيك بين مجموعة ماشين وبين مجموعة ماشين تانية، اقدر امنع ترافيك بين ماشين وماشين، اقدر اعمل فلتريشنز على مستوى ابلكيشن معين جوه الفيرتشوال ماشين، او اقدر افتح بورتات واقدر اقفل بورتات وهكذا عندي. بالاضافة ان اقدر ممكن اعمل عملية سكاننج للانتي فيروس. ده مقالة مفيدة ياريت تبقوا تقروها، وبتتكلم على الانتي فيروس وانواعه. وفي عندنا يعني مش بس شركة في ام وير بتعمل الابليكيشن ده، في شركات تانية خلت نفس الفكرة، على سبيل المثال شركة سيسكو وشركة جونبر وشركة ستون جيت وفايف ناين. كل الشركات ديت وأكترها شركات كلها عملت أبلاينس خاص كفايروول. يعني طبعا شركة سيسكو عندها فايروول أوريدي اللي هو الـ SCA، عمل برك نسخة منه SCA فيرتشوال ماشين خاصة إن هي تقدر تعمل عملية فلتريشنز وكسكيورتي بين الماشين بينها وبعضها جوه الـ SX سيرفر عندي. فبرك لحد عاوز يتوسع في الجزئية ديت يمكن ينزل نسخة من سيسكو أو من جونابر أو من ستون جيت ويجربها عنده، وعن طريقها يقدر يعمل فلتريشنز ويعمل فاير وول بين الماشين بينها وبين بعضها. لدرجة مثلا شركة ستون جيت دي ضافت فيها الـ IPS والـ VPN، يعني بقى دلوقتي عندنا فاير وول كامل معمول ك فيرتشوال ماشين، واقدر استخدمه او اعمل حمايه بيني وبين النتورك الخارجيه وبين الماشين بينها وبين بعضها. نرجع لموضوعنا، شوفنا دلوقتي ايه الـ SXI Firewall، وشوفنا حاجه اكبر شويه هو الـ V-Shield. الـ V-Shield طبعا اللي عاوز اتعمق فيه هو مش سهل، هو عباره عن كورس الكامل بيتكلم على موضوع الـ SX في شيلد زون ده، وليه كورس بتقدر تاخده، والناس اللي هي الادفانسد شويه اللي هم بياخدوا كورس الفي سي دي اي بي اللي هو الادفانسد بروفيشنال لازم ياخد كورس خاص بالسكيورتي وبيدرس فيه ايه الفي شيلد زون عندنا. نتنقل للنقطة التانية واللي هي السيرفيس. زي ما اي في اي ابلكيشن او نظام تشغيل عندنا بيبقى في سيرفيس بقدر اشغلها واقدر اوقفها. طبعا لان احنا عارفين ان الاس اكس اي هو عباره عن ابلكيشن مبني على لينكس، ففي سيرفيس موجوده اوريدي جوه نظام التشغيل الخاص باللينكس ده. شركه في ام وير بتقدم لنا ان اقدر اشغل سيرفيس واوقف سيرفيس اللي هي الخاصه بالاس اكس اي او الابلكيشن الخاص بيها. ازاي؟ عندي في الجزء الخاص برك من اس اكس سيرفر كونفيجريشن سكيورتي بروفايل هلاقي هنا سيرفيس. طبعا هنا مش كل السيرفيس الموجوده في اللينكس اللي هو مبني على اس اكس، انما هو بس ضايفين السيرفيس الخاصه بالابلكيشنز الخاصه بالفيرشواليزيشنز. من هنا اقدر اشوف السيرفيس دي اساميها واقدر اشوف هل هي واقفه او شغاله. ليه ستوب ممكن اشغلها او رانينج عندي اوريدي وخلاص. ممكن اجي هنا مثلا ك اس اس اتش سيرفيس برضك احنا فتحنا يعني البورت بتاعها، بس مش معناه ان هي كده شغاله لازم السيرفيس تشتغل كمان. فهتلاقينا فينا تشابه بين السيرفيس وبين الفاير وول، لكن ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه. السيرفيس دي انا بشغل ابلكيشنز لكن ممكن البورت بتاعها مقفول يبقى كده ما استفدتش حاجه،
فعشان كده لما اجي عاوز اعمل انيبل للسيرفيس اقدر اعمل كونكشن عن طريق الاس اس اتش وادخل كوماند لاين على الاس اكس سيرفر بتاعي، لازم اشغل السيرفيس وافتح البورت من الفايروال، يعني مش واحد يغنى عن التاني، انما لازم تعمل الاتنين. طب ازاي اقدر اشغل مثلا سيرفيس او افهم؟ بضغط هنا على السيرفيس واجي هنا من اوبشن واعمل لها ستارت، وعندك هنا 3 اوبشن، هل هو عملية الستارت دي عاوزها تستمر على طول ما الجهاز يشتغل، او عمل ريستارت تاني شغال على طول، ولا يشتغل مره واحده مانيوال عندنا واقدر يشتويها بره كمانيوال. جه هنا لو الجهاز عمل ريستارت البورت ده السيرفيس دي بتتقفل تاني، ادي اشتغل دلوقتي، لو عاوز في اي وقت اوقف بعمل ستوب او ريستارت للسيرفيس. لو عاوز بقيت السيرفيس انت توقف مثلا السيرفيس خاصه بالنتورك، السيرفيس الخاصه بابلكيشن معين جوه الاس اكس، هنا بتحتاج تخش كوماند لاين على الاس اكس وبتشتغل بقى باوامر اللينكس العاديه خالص عشان تشغل سيرفيس او توقف سيرفيس اضافيه مش موجوده عندنا. ده السيرفيس ببساطه شيء بسيط جدا جوه الاس اكس عندنا. طبعا السيرفيس كاسامي او ادوار انت من خلال شغلك هتتعرف عليها واحده واحده، ومن خلال احتياجاتك هتستخدمها. يعني باي ديفولت ما تفتحش اي سيرفيس او تفتحش اي بورت عندنا في الفايروول الا لما تكون محتاجه، الا لما انت تشوف هنزل سيرفيس معين او انزل ابلكيشن معين، او ان انا عاوز اعمل شيء معين في الاس اكس ده فاحتاج افتح الفايروول ده او افتح البورت ده، لكن ما تفتحش حاجه وانت مش محتاجها عندنا دلوقتي. الجزئية التالتة عندي وتقدر تعمل لي حماية كبيرة، وهي حاجة اسمها لوك داون مود. اللوك داون مود ديت اللي انا عن طريق ان انا بقدر اقفل اي عملية اكسس من خلال ان واحد يقف قدام السيرفر نفسه ويخش من خلال مانجمنت انترفيس. هنا السيرفر بقصد بيه يا جماعة ان هو احنا طبعا عارفين بعد ما ننزل اس اكس بيبقى ليه شاشة كده مانجمنت يقدر يغير منها الباسورد، أو يقدر يغير منها الديفولت باسورد يعني، أو يغير منها الأي بي، أو يغير منها اسم السيرفر، حاجات معينة بسيطة، أو يخش كوماند لاين ويتعامل معاه. ده لو هو واقف قدام السيرفر فيزيكالي قدامه كده وجها لوجه، مش مستخدم برامج في النص. هنا لما أعمل لوك أوت مود بقفلها ما يقدرش يعمل أكس أي حاجة أو يغير أي بي أو يعمل أي حاجة. أو حاجة تانية، لو هو احنا فاتحين خاصية الريموت اللي هو يقدر يدخل بـ SSH أو تيلنت بورت على الاس اكس سيرفر، وعشان يقدر يعمل غير حاجه كونفجريشن من خلال الكوماند لاين او من الباور شيل او من غيرها، من هنا برك بقدر اقفل الاكسس دي. تقدر تقفل ازاي الموضوع ده؟ عن طريق اللوك مود تقدر تفتح تقفل الريموت كونكشن، او تقفل لو واحد واقف فيزيكال قدام السيرفر عندنا. من هنا تقدر تعمل انيبل لوك اوت مود، كده معناها مفيش حد يقدر يدخل ريموت عندي سواء تيلنت او اس اس اتش او واقف قدامه بشكل فيزيكال قدام اليوزر قدام السيرفر سوري. لو عاوز تفتحها بتعملها من هنا، هي باي ديفولت مفتوحة عندنا الخاصية ديت حتى الآن. يبقى شوفنا ازاي دلوقتي ال SX Firewall ال SXI Service وال Lockdown Mode. الجزئية التانية بعد ما شوفنا الحاجات التولز ديت، جزئية خاصة بالبرميشن والاوثنتيكيشن والكلام ده كله. باي ديفولت احنا فاهمين ال SXI مبني على لينكس، فباي ديفولت اليوزر ادمنستريتور هو اليوزر اسمه روت، وشركة فيم وير باي ديفولت لما تنزل اس اكس بيكريت في بعض اليوزر البلت ان اهمهم الروت، وده اللي احنا بندخل له باسورد واحنا بنعمل عملية سيت اب والكلام ده كله. من خلال اقدر اعمل كل حاجة عندي ديفولت كنترول بيرميشن عندنا. طيب لو عاوزين نضيف يوزر تاني يبقى ليه بيرميشن على ال SX سيرفر ده، او ليه برميشن على مستوى الكلاسترنج، او ليه برميشن على مستوى الفي سنتر ككل. ازاي نقدر نعمل الكلام ده؟ ايه اليوزر اللي اقدر اعمل له برميشن معين؟ طيب هل اليوزر كلهم حاجه واحده؟ هل اليوزر اديهم كلهم روت يبقى فول كنترول ليهم؟ لا طبعا، احنا نستخدم هنا اسلوب ان احنا نقدر نعمل عمليه ديليجيشن لليوزر. كل يوزر يبقى ليه وظيفه معينه جوه الانفايرمنت بتاعتي. كل يوزر ممكن اديله برميشن على بعض الفيرتشوال ماشين معينه، او على سيرفر معين ككل، او على في سنتر ككل، وكل يوزر يبقى دور معين. يوزر يبقى يقدر دي بيرميشن على النتورك بس، يوزر ليه بيرميشن على الفيرشوال ماشين بس، واكثر تحديدا ممكن يبقى ليه يوزر ليه بيرميشن على الفيرشوال ماشين ديت نقدر مثلا نعمل لها ريستارت ونقول لها ستوب او راننج او غيرها. يقدر يعمل غير هاردوير بس، ما يقدرش يشوف ايه اللي جواها او غير الحاجات دي.
طب ازاي اليوزر نقدر نديله برميشن عندنا ونديله ديليجيشنز؟ اول حاجه عندنا عاوزين نشوف ايه اليوزرز الموجودين عندنا او ايه الاوثنتيكيشن سيرفيس اللي شغاله. لما اجي هنا في الاوثنتيكيشن سيرفيس الاقي هو باي ديفولت بيعمل اوثنتيكيشن من اليوزر اللوكال الموجود عنده، هو اليوزر الروت ده اللي بيستخدمه، ويستخدم اليوزرز الموجودين لوكال في عمليه اللوجن لو انا بخش على السيرفر مباشره، لو داخل كده كونكشن مباشرة على السيرفر اس اكس اي ده بكتب يوزر نيم باي ديفولت روت والباسورد بتاعته، فعملية الاوثنتيكيشن بتتم بشكل داخلي في اللوكال اوثنتيكيشن عندنا. طيب انا ممكن اعمل اوثنتيكيشن يتم من خلال الاكتيف دايركتوري بتاعي، عن طريق ان انا لو جيت هنا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اختار اكتيف دايركتوري واعمل جوين للجهاز ده عندي، اعمله جوين جوه في الدومين بتاعي، فاسم السيرفر ده يظهر عندي جوه الدومين. استفاد بكده ايه؟ استفاد ان الاوثنتيكيشن هيتم دلوقتي من خلال الاكتيف دايركتوري بتاعي، لكن اغلب الشركات ما بتستخدمش هذه السيرفيس او الخاصيه دي عندنا، وفي حالتنا انا مش هتفرق قوي لان كل الدنيا دي اتمنج بالفي سنتر، والفي سنتر باي ديفولت بيعمل بيستخدم الاوثنتيكيشن بتاع الاكتيف دايركتوري. فنيجي في النقطه الاهم وهي الجزئيه الخاصه بالبرميشن، ازاي ادي اليوزر معين بيرميشن. لو انا جيت على مستوى الاس اكس هلاقي في تابع كده اسمها بيرميشن، او على مستوى الكلاس ككل، او على مستوى الفي سنتر ككل هلاقي في حاجه اسمها بيرميشن. من خلال باي ديفولت الادمنستريتور جروب او اليوزر اللي اسمه ادمنستريتور ليه فول كنترول على كل السيرفرات اللي داخل الفي سنتر ده. طب ازاي اقدر اضيف يوزر تاني، او ممكن من اد بيرميشن اقدر اضيف يوزر تاني؟ طب مين اليوزر ده؟ عنده حاجتين اتنين، يستخدم يوزر من جوه الدومين او من جوه السيرفر. السيرفر ده معناه ايه؟ من الفي سنتر اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، او من خلال الكلاينت اللي هو شغال على الجهاز اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. طب الفي سنتر عنده مين؟ عنده اليوزر زلو باي ديفولت موجودين عنده، ممكن اي يوزر منهم اضيفه واقول اليوزر ده يبقى ليه ايه؟ ليه برميشن كذا وكذا وكذا. او ممكن استخدم الاكتيف دايركتوري لو انا عندي اكتيف دايركتوري اوريدي، وطبعا هنا الفي سنتر لازم يكون جوين فيه، مش لازم الاس اكس يكون جوين فيه يا جماعه، هو باي ديفولت هنا البرميشن هيبقى من جوه الفي سنتر على كل الاس اكس اللي عندي. بطرد هنا البي ام ان دوت مي اللي هو اسم الدوم بتاعنا، وهنا جوه دوت اليوزرز والجروبات اللي موجوده عندي جوه الدومين. ممكن استخدم يوزر معين او استخدم جروب معين واديها برميشن زي ما انا عاوز. طب ايه البرميشن اللي عندي؟ لا لسه كده باي ديفولت شركه في ام وير عاملاها كل رولز من الادوار ديت اسمها رولز، كل رولز من الرولز ديت بتعمل دور معين، بتقول لي ان يوزر بس يقدر يتصفح يشوف بس الفيرشوال ماشين، ما يقدرش يعمل اي تعديل فيها او ريستارت او شت داون او غيره. ادمنستريتور يقدر يعمل كل حاجه. فيرشوال ماشين باور اون دي بس وظيفته ان هو يشغل الباور يوزر، نقدر يتعامل مع الفيرشوال ماشين. في عندنا ليفل تاني فيرشوال ماشين يوزر يبقى البرميشن بتاعه قليل، يقدر يشوف بس الماشين ويتعامل معاه بشكل ليميتد. طيب ازاي اقدر اشوف ايه اللي جوه الرولز دي؟ او ازاي اقدر ادي اكريت رولز تانيه او اعمل كاستمايز رولز كده على حسب اليوزر اللي عندي؟ يعني انا عاوز اعمل مثلا اليوزر ده يبقى ليه برميشن على الفيرشوال ماشين، وفي نفس الوقت ليه برميشن على الكونسوليتد باك اب، وليه برميشن على النتورك. ازاي اقدر اعمل له حاجات معينه من كل حاجه؟ ده عن طريق ان انا اكريت رولز. ازاي؟ باجي هنا في هوم جوه الفي سنتر الاقي في حاجه اسمها رولز، ده الرولز اللي احنا شفناه دلوقتي. لو عاوز اعدل في رولز البيلت ان ممكن تيجي فيها تعدل. لاحظوا ان رولز ديتيلز ضخمه جدا، بمعنى مثلا لو جيت في الفيرشوال ماشين هتلاقيها مقسمها لك اليوزر دي تقدر يعدل في الكونفجريشن وبالتفصيل. طب يعدل ايه في الكونفجريشن؟ ممكن ادي اليوزر ان هو يقدر يعدل في الهارد ديسك او في النتورك او في السي بي يو او في الديسبلاي. هنا رولز يعني اكثر شركه في ام وير عامله فيها شغل كبير جدا وضخم جدا، ان هي ممكن تدي اليوزر بيرميشن بشكل دقيق جدا جدا جدا. مش معنى ان هو خد برميشن على الفيرشوال ماشين يقدر يعمل فيها كل حاجه، لا ده هو ليه برميشن معين بشكل دقيق جدا على جزئيه معينه جوه الماشين دي. طيب انا ممكن شفنا دلوقتي ازاي اعدل الرولز. طب ازاي كريت رولز جديده؟ ممكن تيجي اد رولز كده واقول مثلا تيست رولز، الرولز دي هنديها لواحد معين. طب عاوزين نديله ايه؟ عاوزين مثلا مساعد لينا مثلا يراقب الالارم، نشوف اي الارم هيظهر عندي. يقدر مثلا يديله برميشن على الفيرشوال ماشين. طب ايه اللي انت عاوزه برميشن جوه الفيرشوال ماشين؟ ان هو يقدر يعمل كونفجريشن مثلا، ان هو يقدر يعمل انفنتوري، ان يقدر يعمل كذا. طيب نديله برميشن بارك على البرفورمانس، عاوز يراقب معانا البرفورمانس، هنعمل ان هو يقدر يشوف البرفورمانس. يبقى نديله برميشن على النتورك ان هو يقدر يعمل ايه؟ يضيف نتورك، يعمل كونفجريشن نتورك اول.
على حسب ما انت عاوز. بتكريت رولز، كريت رولز اهي. طيب الرولز دي ازاي اطبقها بقى؟ على سبيل المثال اقول يوزر اسمه كذا يبقى ليه بيرميشن كذا. يعني نرجع هنا كده تاني، نيجي مثلا على المستوى اللي انت عاوزه، نيجي على مستوى اس اكس سيرفر ده، اقول اد بيرميشن، اقول اليوزر اللي اسمه على حسب موجود فين، يوزر اسمه 1، يوزر 1 هنديله رولز عند اسمها ايه؟ اسمها تيست. يبقى يوزر 1 ده خد البرميشن دي. طيب البرميشن دي اتخدها على مستوى ايه؟ يبقى نتنقل لنقطة تانية، حاجة اسمها الأوبجكت. ايه الأوبجكت ده؟ احنا دلوقتي نفهمها كده، عندنا يوزر وعندنا برميشن. طب البرميشن ده تطبق على انهي مستوى؟ احنا في الاس اكس عندنا او الانفايرمنت فيجواليزيشن بصفة عامة عندنا اكتر من ليفل. ده ليفل الفي سنتر ككل، ممكن اجي هنا وادي اليوزر برميشن. ده معناه ايه؟ معناه ان يبقى ليه برميشن بتاعه بيتطبق على اي اس 6 سيرفر تحته عندنا او اي كلاستر موجود عندنا. طب انا عاوز اشتغل بس ايه، ادي برميشن على مستوى السيرفرات اللي داخل الكلاستر ده. اجي هنا وارك في برميشن واقول ادي اليوزر معين برميشن عندنا، يعني يوزر اسم يوزر 2 ادي له برميشن رولز اسمها كذا فيها بعض البرميشن. البرميشن ديت عليها صلاحيات على مين؟ على مستوى الكلاستر اللي عندنا ده فقط لا غير، فبيطبق على كل مستويات الاس اكس اللي تحت. ممكن اجي اقول اعمل يوزر يبقى ليه برميشن على سيرفر معين، لان السيرفر معين ده فيه خواص معينه او في الفرع بتاعه او عليه فيرشوال ماشين خاصه بيه. فباجي هنا برك في برميشن، باجي هنا من على مستوى الاس اكس رايت كليك وادي هنا برميشن ليوزر مثلا يوزر 3 ليه برميشن معين. يبقى اليوزر ده ليه بيرميشن على مستوى الاس اكس سيرفر واحد بس، اس اكس سيرفر 2 ملوش اي بيرميشن عليه. لا اكتر من كده، ممكن اعمل بيرميشن على مستوى فيرتشوال ماشين تحديدا، او بعمل رايت كليك عليها واد بيرميشن واختار برك يوزر مين، يبقى ليه بيرميشن عندنا على مستوى الفيرتشوال ماشين دي فقط لا غير، يقدر يتعامل فيها بالشكل ده. طب في اكتر من كده كمان، ممكن اديله بيرميشن على النتورك ككل، او بالنتورك كل اللي عاوز اديله، او نتورك معينه اديله برميشن عليها وهكذا. يبقى احنا دلوقتي عندنا البرميشن او الصلاحيات عباره عن ثلاث اجزاء، يوزر رولز واوبجكت. اليوزر ده اسم اليوزر سواء لوكال على مستوى السيرفر او من الدومين. لوكال هنا بنقصد بيها اللي هو اليوزر اللي جاي من الفي سنتر او حتى اليوزر اللوكال جوه الاس اكس. الجزء الثاني وهو الاوبجكت، الاوبجكت اللي هي عباره عن الجزء اللي هنطبق عليه البوليسي، اللي هو بمعنى هل هو هنطبق على الفي سنتر ككل، على الداتا سنتر ككل، على اس اكس، على الفيرتشوال ماشين او النتورك او تولز معينه بسيطه او جوه النتورك. وتالت حاجه الرولز، الرولز اللي هي الادوار اللي هيقوم بيها اليوزر ده. هقول له انت هتاخد كذا وكذا وكذا على الاوبجكت ده، هيبقى ليك برميشن على المونيتورنج، برميشن على النتورك، برميشن على الفيرتشوال ماشين وغيرها. عن طريق الثلاثة تولز دولت ممكن اقدر اعمل برميشن على كل اجزاء موجوده جوه الانفايرمنت فيرتشواليزيشن. وشركه فيم وير مديك اتاحيه كبيره جدا ان انت تقدر تعمل يعني ديتيلز كبيره جدا، ان انت تقدر تدي ليوزر معين برميشن معين في جزء معين. الجزء ده ممكن يكون صغير او عندنا، لكن مهم قوي في الحياه العمليه ان انت تقسم كل يوزر ليه برميشن معين عشان ما يحصلش اي خطأ عندك، ويوزر ياخد بيرميشن اكتر من الحق بتاعه ويعمل حاجة بالغلط تأثر على الانفايرمنت الخاصة بيه ككل. يبقى شفنا دلوقتي الاوثنتيكيشن، انا ممكن استخدم الاوثنتيكيشن لوكال او الاوثنتيكيشن من جوه الدومين واقدر اعمل جوين للاس اكس عندي. وشفنا الرولز والبيرميشن، شفنا ازاي اكريت رولز واديها اساين ليوزر على اوبجكت معين او على اس اكس سيرفر ككل او على الفي سنتر او الانفايرمنت بتاعتك. طبعا موضوع السكيورتي ليه مجالات اكتر، ليه سوفت وير كتير اكسترنال شكل ما شفنا ان الفي شيلد، وفي شركه سيسكو وشركه جونوبر وشركات، كل الشركات بتنزل دلوقتي ثيرد بارتي ابلكيشن من خلال اقدر اعمل سكيورتي على مستوى الاس اكس او على مستوى الفيرتشوال ماشين عندنا. لكن احنا شفنا الحاجات البيلت ان جوه الاس اكس سيرفر عندي السكيورتي ما هوش عالي قوي جوه الاس اكس، لكن على الاقل ليك الادوار كبيره او بيحملها بنسبه كبيره عندنا سواء من الهاكينج عندنا الداخلي او الخارجي بنسبه معقوله عندنا. اما الجزئيه المهمه عندي وهي رولز والبرميشن، طبعا دي جزئيه كل الناس بتستخدمها بشكل يومي وبتقدر تقسم بيها الادوار على المستخدمين عندك. لو النتورك عندك كبيره وعندك اكتر من سيرفر وعندك اكتر من يوزر واكتر من فرع، فبتقدر من خلالها تقدر تقسم الدنيا عندك وكل يوزر يبقى ليه صلاحيات معينه.
جزء السكيورتي طبعا فيه ليه تراك خاص بيه، في شهادة الأدفانسد بروفيشنال، الناس الخاصة بالأدمنستريشن أدفانسد بروفيشنال اللي هي الشهادة اللي بعد الفي سي بي على طول، بيبقى فيه تراك كامل 40 ساعة بيتكلم فيه على موضوع السكيورتي داخل الانفايرمنت الخاصة بالفيرشواليزيشن تكنولوجي عند شركة في ام وير. كان معاكم مهندس خالد دسوقي، متشكر جدا لحسن الاستماع.